المشاهدين ضمن منافسات المجموعة الثانية لخليج 24 لكرة القدم، تغلب منتخبنا الوطني على شقيقه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الفوز على شقيقه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثانية لخليج 24 لكرة القدم. سجل الهدف الأول أحمد الظفيري في الدقيقة 43، وأضاف زميله سامي الصانع الهدف الثاني للأزرق في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، فيما اختتم أهداف التسجيل مبارك الفنيني في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني، فيما أحرز هدف السعودية الوحيد فراس البريكان في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني. هذا وعبرت الجماهير الكويتية عن فرحتها بهذا الفوز المستحق. حبيت أهني سيدي صاحب السمو وسيدي ولي العهد الأمين على الفوز ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي كافة على هالفوز، ومن زمان صراحة ما فرحنا هالفرحة، وهارد لك للشعب السعودي وإن شاء الله المرات الجاية. أبارك حق الشعب الكويتي كله، مبروك الفوز، وهارد لك حق الشعب السعودي وإن شاء الله الكاس لنا. الصراحة شيء يشرف، وأنا أفتخر بالمنتخب الجاي إن شاء الله ومنها الأعلى، والله يوفقهم إن شاء الله أنا وياهم.